الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. قال مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي مظهر محمد صالح إن تخفيض سعر صرف الدينار بالنسبة للموازنة العامة ولد ما يسمى بالتكييف النقدي، أي تحقيق إيرادات إضافية بنسبة 23% من قيمة الإيرادات النفطية السنوية للحكومة من جراء فروقات التحويل. وأشار صالح إلى أن هذه الخطوة تعد من أبواب الضرائب التضخمية، إذ ساعدت في سد جانب مهم من جوانب العجز في الموازنة التشغيلية لعام 2021 وبما يقرب من 20 تريليون دينار. وأضاف صالح أن خفض قيمة الدينار أمام الدولار سبب ارتفاع معدلات التضخم وزحفه إلى نحو 9% ما ولد أثراً يسمى بأثر الدخل النقدي الهابط وانخفاض في القوة الشرائية لدخول الطبقات الفقيرة والمحرومة والمحدودة الدخل. قالت مصادر صحفية إن تصريحات وزير المالية الحالي علي علاوي بشأن مستقبل البلاد يعد بمثابة جرس إنذار يفرض على الحكومة اعتماد خطة بديلة لإنقاذها. وأكدت المصادر أن العراق يعاني من تخمة كبيرة في أعداد الموظفين والمتعاقدين التي تصل إلى 6 ملايين، فضلاً عن تزايد سكاني بمعدل نمو يصل سنوياً إلى نحو 2.6%، مشيرة إلى أنه رغم الموارد المالية المتأتية من واردات النفط إلا أن نسب الفقر في تصاعد مستمر. هذا وبينت المصادر أن تصريحات علاوي التي قال فيها إن البلاد مهددة بتسريح الموظفين الحكوميين خلال السنوات العشر المقبلة بسبب تراجع طلب النفط الخام الذي سيشهده العالم ستعمل على رفع معدلات الفقر في العراق الذي يعتمد على عائداته بنسبة تصل إلى أكثر من 90%. أعلنت إيران أنها تخطط لزيادة إنتاجها من حقل ضخم في العراق ليصل إلى 320 ألف برميل يومياً. وقالت شركة النفط الوطنية الإيرانية إن طهران تخطط لزيادة إنتاج حقل مجنون النفطي إلى 320 ألف برميل في اليوم في بداية عام 2023، مشيراً إلى أن إحدى الشركات المحلية الإيرانية تعمل على تطوير الحقل بعد توقفه بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطاقة في إيران. كشف مجلس المحاسبة الجزائري في تقريره السنوي تجاوزات وفساداً غير مسبوق تزامناً مع سقوط نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عام 2019، حيث حمل التقرير الذي رفعه المجلس للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والبرلمان حمل أرقاماً مهولة حول المال العام المبدد في موازنة عام 2019 وبلوغ التهرب الضريبي مستويات فاقت توقعات الحكومة. وحسب التقرير فإن القفزات في تقييم تكاليف المشاريع الحكومية لامست 900%، حيث أنفقت الحكومة قرابة 9 تريليونات دينار منها تريليونا دينار و600 مليون دينار لمشاريع مسجلة في موازنة عام 2019 التي تقدمت بها آخر حكومة في عهد عبد العزيز بوتفليقة برئاسة أحمد يحيى المسجون في قضايا الفساد. ختام الموجز، إلى اللقاء.